السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في قناتنا المدرسة الجميع. صفحة 106 من كتاب الجيد في الرياضيات، درس 26 مكعب ومجوازي المستطيلات. إذا اليوم غادي نشوفوا الدرس 26 اللي تحت عنوان مكعب ومجوازي المستطيلات. إذا غادي نشوفوا اليوم المكعب ومجوازي المستطيلات، اكتشفوا ولاحظوا المجسمات A و B و C. A B و C، عندنا واحد الجدول اكملوا ملء الجدول، يعني غادي نملء الجدول هذا. كاين العدد، الشكل، شكل A، شكل B، C، الرؤوس، الأحرف، الوجوه، قاعدة الوجوه الجانبية. إذا غادي نحاولو نملأو هاد الشكل هذا. شوفوا A، إذا الرؤوس، شوف شحال من رأس. إذا ها رأس، واحد، جوج، هنايا تلاتة، هنايا ربعة، هنا خمسة، هنا ستة، هنا سبعة، هنا تمنية. إذا الرؤوس هي تمنية، نجيو هنا نكتبو رقم تمنية، تمنية هكذا. الأحرف، دابا ندوزو الأحرف نديرهم بلون مغاير. إذا الأحرف، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، رقم سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحداش، اثناش. إذا الأحرف هو اثناش، نجي نكتبو هنايا اثناش. من بعد ندوزو الوجوه أو الأوجه. هذا وجه، نلونو بالأصفر باش يبان لينا. هذا وجه، هذا جوج، هذا جوج، هذا ثلاثة. اللي قلنا هذا وجه، هذا جوج، هذا ثلاثة، اللي في الخلف أربعة، هذا خمسة، هذا ستة. هي الوجوه، عندو ستات الوجوه. إذا هذا واحد، هذا جوج، الفوق والتحت جوج، هنايا ثلاثة، وهنا أربعة، وهنايا خمسة، يعني في الخلف، وهنا الأمام ستة. إذا الوجوه هي ستة. القاعدة، شحال عندهم القاعدة؟ عنده، يعني كل وجه كيتعتبر قاعدة. يعني القلب هنا غادي يولي قاعدة، وهنا يولي قاعدة، والشكل الجهة الأخرى قاعدة. إذا قاعدة حتى هو عنده بعدد الوجوه بعدد القاعدة ستة. وجوه جانبية، شحال عندهم وجه جانبي؟ عنده واحد، عنده جوج، عنده ثلاثة، عنده أربعة. إذا وجوه جانبية هي أربعة. ندوزو لبي، عدد الرؤوس، واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا نفس الشيء، تا هو عنده رؤوس، تا هو عنده ثمانية. الأحرف، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا ثمانية، تسعة، عشرة، حداش، اثناش. إذا عدد الأحرف اثناش. الوجوه، شوفوا شحال من وجه عندو، شحال هو لونوه باش يبان لينا شحال من وجه. هذا واحد، يعني هذا اللي في الجانب، هذا واحد، وهنايا هذا واحد، هاهي جوج، هاهي الفوق وجه، ثلاثة، هنايا لتحت وجه، أربعة، هنايا الخلف خمسة، هنايا الأمام ستة. إذا حتى هو نفس الشيء، عنده ستة ديال الوجوه. نجيو هنا نكتبو ستة. القاعدة، هذه قاعدة، هذا جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يعني قاعدة مثلا بحال هاد الشكل هذا، هو واقف هكا، والتاني هكا، هاهي قاعدة، هكا قاعدة، هكا قاعدة، هكا قاعدة، يعني عندو ستة القواعد. يعني كيف ما قلبتي غادي هذاك هو القاعدة ديالو. نجيو نكتبو ستة. وجوه جانبي، شحال عندهم من وجه جانبي؟ عندهم واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. يعني وجوه جانبي عندهم أربعة. إذا سي، سي هذا هرم. إذا عدد الرؤوس، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا عدد الرؤوس خمسة. الأحرف، شو عندهم من حرف؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا عدد أحرف عنده ثمانية. عدد الوجوه، شحال عنده من وجه؟ إذا عنده هذا وجه، وهذا وجه، جوج، وهذا وجه، ثلاثة، وهذا وجه، أربعة، وهذا وجه، خمسة. إذا عنده وجوه، عنده خمسة. قاعدة، عنده غير قاعدة واحدة. إذا الوجوه الجانبية، شحال عنده من وجه جانبي؟ عنده واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. إذا حتى هو عنده أربعة. والقاعدة عنده غير واحدة. إذا نمر التمرين رقم اثنان، أتمرد.
إذا أتمرن جوج، ولاحظ ثم ألون المكعب بالأحمر ومتوازي المستطيلات بالأزرق. إذا غادي ناخذ أحمر وأزرق، ندوز المقلمة ديالي كنشتغل بيها. إذا نشتغل بهذا اللون الأحمر وهذا اللون الأزرق. إذا شنو طالبين منا؟ بالأحمر، مكعب بالأحمر، متوازي المستطيلات بالأحمر. إذا المكعب نخدم مسطرة وغادي نقيسو الأضلاع ديالو. شتو واش مكعب؟ إذا هنا عندنا 1.2، هنا كذلك 1.2، إذا هنا 1.2، إذا هنا الخلف كذلك 1.2، إذا هنايا كذلك 1.2، إذا هذا مكعب، إذا لونه بالأحمر. إذا هنا كنلون المكعب بالأحمر. هذا مكعب لونه بالأحمر. إذا متوازي المستطيلات بالأزرق، متوازي المستطيلات يعني يكون عنده مستطيلات. كي تكون مستطيلات، إذا هذا نشوفو واش مستطيلات ولا لأ. إذا هكذا هنايا جوج وهنايا جوج، إذا الجهة هذه الخلف جوج، هاد الشي هادي حتى هي جوج. إذا شوفو هاد الارتفاع شحال فيه، هنايا 1.2، هنا 1.2، هنا 1، هنا 1.2، هنا كذلك 1.2. إذا هذا هو متوازي المستطيلات على لونه الأزرق. هكذا حنا لوننا مربع متوازي المستطيلات او و بي هو المكعب. اذا نلونو تا ا بالازرق، نجيو هنا بي نلونو هذا الاحمر. اذا هذا ماشي متوازي المستطيلات وماشي مكعب، اذا هذا له شكل خاص. اذا هل هو نشرا لمكعب؟ هذا النشر هذا واش هو المكعب؟ لا، هذا النشر ديال الهرم. اذا نجيو هنا نديرو علامه ديال لا. نمر للسؤال رقم 3. اذا هذا هو السؤال رقم 3، اتعرف نشر متوازي المستطيلات ثم اكمله. اذا هذا كيمثل لي نشر المتوازي المستطيلات، وحتى هذا كيمثل لينا نشر المتوازي المستطيلات، لكن هذا وهذا ناقصن واحد الجزء. اذا داك الجزء نحاولوا نرسمو، ناخذ قلم رصاص. اذا هو هي، اذا هنايا هذه شكون هي؟ الجهه الاماميه كان، ومن هنا هذه الجهه الاماميه، هذه الجهه اللي من فوق، هذه الجهه اللي من هنايا. اذا مازال ناقصنا بحال هذا الشكل، خصو يكون هنا. اذا نحاولوا نرسموه، ناخذ القياس ديالو. اذا 1 سنتيمتر، اذا نحاولوا نديروا 1 سنتيمتر في هذا. كذلك هنايا مسطره، اذا بهذا الشكل هذا غادي يكون حصلنا على متوازي المستطيل. خصنا نرسموا له هذا المربع لي قبالة هذا المربع هذا، هذا المستطيل أو متوازي المستطيلات، كل وجهان متقابلان لهما نفس القياس. إذا هذا كيوازي هذا، هذا كيوازي هذا، هذا كيوازي هذا، أو كيساوي يعني نفس المسافة. إذا نشوفوا هذا الشكل هذا، إذا هذا متوازي المستطيلات. إذا هاد الجهة هادي غادي تكون مع هاد الجهة هادي، وهادي غتكون من الفوق هنايا. إذا هادي خصها شكل آخر ديالها. ديرو 1 سنتيمتر، نجيو هنايا غادي نديرو 1 سنتيمتر، ونغلقو هاد المربع. إذا باش غادي تولي عندنا هاد الشكل، هاد المساحة لي كتوازي هادي، يعني هادشي هكايا غتلتقي مع هادي، هادي كتوازي هادي، إذا وهادي كتساوي هادي. إذا شحال عندو من وجه؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا هذا قمنا بالاتمام الرسم ديالو حتى هذا، يعني باش غادي نحصلوا على
عنده ست او ست يعني جوج مربعات واربعة المستطيلات، هنايا جوج مستطيلات واربعة المربعات هي ستة. اذا بهذا العدد هذا غادي نكون انتهينا من التمارين ديال الصفحة 106 الخاصة بكتاب الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي، لنضرب لكم موعد من جديد على قناتنا المدرسة للجميع. الى اللقاء.